السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يا اهلا متتبعين البنات، تحت الطلب ديالكم والرسائل اللي جاوني واحد الكم الهائل، ما قديتش نجاوب كل واحد بوحده. ووعدتكم في الفيديو اللي طلعته في تيك توك، قلت لكم انه ان شاء الله غادي نحط لكم فيديو في القناه نتاعي وغادي نتكلموا على شفط الدهون في اسبانيا، وبالخصوص النواحي نتاع ماربيا، مالاغا، فونخيرولا، كامل هاد النواحي. البنات انايا الا حطيت لكم شي حاجه، انا ما كنجيش غير باش كما كنقول لكم باش تطلع المشاهدات، ولا حتى كنكون يعني عندي اما التجربه الخاصه ديالي انايا ولا شي حد مقرب ليا، يعني اما صاحبتي ولا اختي ولا شي وحده اللي كنعرفها. اوكي، فمؤخرا كما اللي متبعيني في تيك توك، جات لعندي صاحبتي دارت اوبيراسيون هنايا في مالاغا، دارتها شفط الدهون، هي ما دارتش، دارت غير يعني دارت شفط الدهون. حطيت الفيديو انا صراحه كلشي جا على غفله، حطيت الفيديو هي جات لعندي وقلت لها والله حتى نبارطاجي مع البنات في التيك توك، وما انتظرتش انهم بزاف نتاع البنات اللي هنايا في مالاغا، في اسبانيا، يعني بزاف تاع البنات باغيين يديروا شفط الدهون، نحت الخصر، يعني زياده في المؤخره. انايا في هذيك الساعه ما حطيت لكم حتى شي حاجه، حيت البنت جات عندي وهذاك الشيء كان يعني هذاك الشيء كان فيت فيه. اوكي، كنت باغا نمشي لعندها للدار ونديرو فيديو، مي صراحه البنت مريضه، دعيو لها بالشفاء، ماشي بشي حاجه يعني صابتها، يعني راكو تعرفوا دابا هاد الوباء اللي كاين، وما نقدرش يعني ما نقدرش نمشي عندها، وانا ما بغيتش نتعطل عليكم. فغادي ندوزو للموضوع نيشان البنات. لوبيراسيون اللي دارت هنايا في مالاغا اللي دارتها صاحبتي، يعني هي قالت لي ابتسام انايا 4 سنين، وانايا كنقلب وكنسول وكنبحث يعني باش نديرها في احسن مكان، يعني ماشي غادي بنادم يجي ويلوح راسو للتهلكه. اوكي، بزاف نتاع البنات مني قلت لهم الثمن باش دارتها صاحبتي، غادي كلشي نبينو لكم هنايا باش تشوفوا بعينيكم، حيت الله يهدي ما خلق. منين انايا قلت 7 مليون، دخلوا البنات في تركيا، في فرنسا، ب2 مليون، ب3، ب4، نديروا هذه نديروا هذه. كل واحد كيما نقول انايا، كل واحد حر الدات نتاعو يمشي يحطها فين ما بغى، كاين حتى نتاع 1500. اوكي، من بعد العواقب كتكون وخيمه. هذه 7 مليون يعني راه ما دارتهاش عند واحد ديال الله كيبدا، ولا ما دارتهاش في شي كلينيكا ما معروفاش، هي راه دارتها في احسن كلينيكات اللي في اسبانيا، هي هاد الكلينيكا انيفال ناسيونال، يعني ما كاينش غير هنايا في مالاغا، كاينه في مالاغا، في برشلونه، مهم انيفال ناسيونال، غادي نحط لكم السميه ديالها. والدكتور اللي دارها لها، الدكتور قالت لي ابتسام واحد الدكتور رسمني بحال شي بوبوي، قالت لي يعني الخطا ما كاينش، قالت لي كيرسم ويمسح ويعاود يرسم، يعني قالت لي كيبان، يعني دكتور بروفيسيونيل كما نقولوا حنايا، شابع خبره، ماشي شي ولد صغير يعني يلاه عنده 30 عام ولا يلاه تخرج يلاه بحال هذاك. المهم حتى بعد نطرق لكم الموضوع نتاع البنت اللي ماتت هنايا، دارت عمليه الشفط السبنيوليه، عندها شي 30 عام وماتت، غادي نقول لكم علاش والاسباب وكيفاش صرا هذا المشكل. المهم البنات، هاد الكلينيكا كاينه هنايا في مالاغا، غادي نحط لكم سميتها، الاسم نتاعها ها هو هنايا البنات، ديروا لها السكرين، هذا هو الاسم نتاع الكلينيكا. اوكي، هاد الكلينيكا ما فيهاش يعني غير واحد الدكتور، هاد الكلينيكا فيها دكاتره بزاف، هي يعني من بحثت وقلبت تلاقيت هاد الدكتور من احسن الدكاتره اللي كيدير شفط الدهون وكيدير نحت الخصر. المهم هاد الشيء كامل نتاع شفط الدهون ونحت الخصر وتكبير المؤخره، قالت لك هو من احسن الدكاتره، فهي دارت عنده، هذه هي السميه نتاعو، ولتحت هذه هي الكلينيكا. وغادي نحط لكم البنات الفاكتوره باش تشوفوا انه 7 مليون، مي هي كتقول لك انا يعني يعني يستاهل هذاك الثمن، يستاهل هذاك الثمن. شنو دار لها؟ حيد كل شيء، الدهون اللي كانوا عندها هنايا في البطن، الظهر، اوكي، ودار لها نحت يعني منا هكا
ودار لها نحت الخاصه هي المكبره ما زاتهاش حيت قالت لك انا ما كنحتاش بغيت نحيد غير هذوك الدهون. وراكم تعرفوا البنات من بعد ما المراه من بعد ما تولد ثلاثه نتاع الدراري راه الكرش كتدلى بزاف. البنات في لي كومونتير كيقولوا ايوا تمشي للرياضه، يعني راه ماشي كلشي، راه المراه ملي كتولد كثر الا ولدت بزاف راه الرياضه غادي دير ريجيم، اوكي غادي دير ريجيم غادي دير الرياضه، مي كتبقى الجلد يبقى اللحم مترهل، الكرش كتبقى طايحه. وانايا شت بعينيا كاسوس اللي الكرش كيشدوها وكيديروها في الداخل، يعني هاد الكرش الحبيبه تاعي ما تجيش تقولي لي سيرو ديروا علاش ما تمشيوش ديروا الريجيم وما ديروش سبور. هاد الكاسوس يعني هاد الانواع ضروري خصهم عمليه نتاع شفص الدهون. اللي كيكون عنده يعني ما كيكون اللحم مزير يكون، فما كاين ما احسن من السبور، وما كاين ما احسن من الريجيم. مي ماشي كلشي غادي يدير السبور غادي يدير الريجيم، عندنا جسم واحد، كل واحد والجسم تاعو، كل واحد ولا لا خينيتيكا ديالو. المهم البنات، وبالنسبه بغيت نجاوب كل شيء بالنسبه للبنات اللي دخلوا وقالوا لي يعني تقوا الله شوفوا اخر وحده سبنيو ليا ماتت، اوكي علاش؟ المهم الاقدر والامر بيد الله. هذيك سبنيو ليا عندها 30 عام هذيك سبنيو ليا علاش وقع لها هذاك المشكل؟ يعني بنادم غير كيبقى يهضر بلا ما يعرف، هي راه خرجت في النوتيسيا وقالوا الاسباب وقالوا كل شيء. هذيك هي كانت ديجا دارت عمليات قبل، اوكي مشات البنت كدير سبور، دا كدير سبور كدير ريجيم، مهم معتانيه براسها، ديجا دارت عمليات. البنت ما عندها ما يتحايد، اوكي وقيلا كانت عندها شويه، كتعرفوا الكراسه كتكون طبقات، وقيلا كان عندها شويه نتاع الكراسه. هي مشات عند الدكاتره قبل، هذوك الدكاتره اللي مشات عندهم قالوا لها لا انت ما نقدروش نديروا لك اوبيراسيون، يعني خطر على الحياه نتاعك دير اوبيراسيون، ما بغاوش يديروها اوبيراسيون. مشات بقات تقلب، تلاقات هذاك اللي دار لها الاوبيراسيون، هذاك اللي دار لها الاوبيراسيون ماشي جراح اول شيء، ماشي سيروخانو، ثاني شيء يلاه كي قرا، المهم شي ماشي نقول لكم فورماسيون، المهم متخرج جديد ماشي جراح، غير متخرج قرا شي دار شي فورماسيون العام ولا وتخرج جديد، ما عندوش كلينيكا يلاه غادي يدير كلينيكا، يعني دار شي كلينيكا اخرى. يعني بنادم منين غادي يمشي يعطي كما نقولوا حياته يعطيها بعدا الناس اللي يكونوا بروفيسيونال، الناس اللي يكونوا متمكنين بالحرفه، الناس اللي يكونوا عندهم اكسبيريونس، على الاقل تمشيو عند شي واحد اللي عنده اكسبيريونس نتاع واحد 10 سنين، يعني يكون شبعان اكسبيريونس، يعني ما ترميوش راسكم للتهلكه. هذه بجهه، يعني هو هذيك البنت باش ماتت يعني من كثر هي ما عندهاش الشحمه، يعني الشحمه ما كايناش، وهو يعني كان عندها غير شويه، وبهذوك اللي كيديروا واحد هذيك هكا واحد الصبح كيكون بحال السفود باش يحيدوا الشحمه، قاس لها البنكرياس، قاس لها البنكرياس وماتت من بعد شهر. يعني هي ما كانش عندها سوفيسيانت، ما كانش عندها شي كرش، هذاك الشيء اللي ماتت، يعني الشحمه ما كانتش عندها بزاف، يعني الشحمه راه كتكون الطبقه الاولى والطبقه الزوجه والطبقه الثالثه. هذا شرحت لكم السبب كيفاش ماتت هذيك البنت، ويعني حطت راسها ما بين يدين تاع ناس ماشي متمكنين من الحرفه وماشي بروفيسيونال. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا في تركيا، يعني راه ما يمكنش شحال من وحده خرجوا عليها في تركيا، ما كنقول لكمش كلشي بصح، شحال من وحده خرجوا عليها في تركيا وشحال من وحده دارت لوبيراسيون في تركيا ورجعت اما للمغرب ولا رجعت لاسبانيا ولا لفرنسا، قاسها انفيكسيون، مرضت ما عارف، قاسها نزيف، وشنو غادي دير؟ عاوتاني تشد الطياره وتمشي وتشد اوتيل وتمشي وكتبقى تميزي في الفلوس، قال لك فين يغويك رخصو تخلي نصو. البنات احسن شيء انا كنصح، احسن شيء كل واحد في شي دوله يدير لوبيراسيون تما، باش الا صار له شي مشكل تما يمشي للموضع، يمشي للسبيطال فين دار هذاك المشكل، وحتى الا صرات له شي حاجه ولا باش يدعيهم ولا اي حاجه، يعني يكون في نفس الدوله. والبنات اللي قالوا هنايا في الاسبان ماشي بروفيسيونال، بالعكس بروفيسيونال، غير بزاف نتاع الناس كيمشيو كيتبعوا الرخا، وبزاف نتاع الناس كيمشيو ما كيبحثوش غير كيشدوا وكيلوحوا راسهم للتهلكه. كاينين بروفيسيونال، كاين واحد الدكتور اخر ابار هاد الدكتور اللي فين دارت صاحبتي، كاين واحد الدكتور يا البنات واش غادي نقول لكم، ما نقدرش نطلع لكم هنايا في اليوتيوب
يعني النساء والبنات اللي مشاو لعندو لي فوتو كي كيدير لو كونت تاعي، يعني راه كاين حتىك واحد النحس راه كيدير واحد ما شاء الله. واش غادي نقول لكم، هو انا كاين شي بنات كيقولوا لي الدكتور يهودي، وشي بنات قالوا لي ايراني. كاين هنايا في مربعيه، كاين هنايا في مربعيه البنات. سميتو الاسم تاعو اصلان اصلان اصلان، ما عرفتش واش ايراني ولا يهودي. البنات راه شي حاجه طوب، راه مهم. راه الا بغيتو البنات اللي مهتمات، الا بغيتو غادي، المهم غادي نحط لكم غادي نحط لكم الانستغرام تاعو هنايا، ها هو، ودخلوا لعندو وتواصلوا معاه. البنات انا ما كندير لا بوبليسيتي، ما كناخذ حتى شي حاجه، يعني كنبغي نشارك معاكم ماشي يعني هذوك الشيء اللي كنعرفو. المهم كاينين هاد جوج دكاتره اللي دارت عنده صاحبتي في مالاغا، راني حطيت لكم كما شفتوا، ونعاود نحط لكم هنايا الكلينيكا الكلينيكا، وعاوتاني غادي نحط لكم الاسم تاع الدكتور باش نمشيو عند الدكتور نيشان. اوكي، وهذاك اصلا 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 ها هو الانستغرام ديال البنات، وفيه التليفون، فيه كلشي، تواصلوا معاه. غادي تدخلوا الانستغرام وغادي تتلفوا. المهم انا غادي نحاول، غادي ما نقدرش نطلع هذوك لي فوتو حيت راكو عارفين، مي راه هذاك الشيء خيالي زوين وكلشي كاي هو حتى هذاك على ما قالوا لي البنات، قالوا لي كيعرفوا المغربيات بزاف 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 بزاف، جاوا كل قنت من الاسبان ومشاو عند هذا الدكتور دار لهم لوبيراسيون. مي هذاك الشيء راه يعني راه خاطئ. شنو اخر بغيت نقول لكم؟ بالنسبه للبنات اللي قالوا لي على يعني ماشي بصح الثمن ب 7 المليون، المهم راني حطيت لكم الفاكتوره، وها هي الفاكتوره، ها هي الفاكتوره، راه 7 المليون. ومهم ها هي الفاكتوره هنايا شوفوها. مي معليش بنادم الى حط ميزه الفلوس ومن بعد يعرف انه حتى راسو في ايادي امنه، يعني ما ديش يوقع له من بعد حتى شي حاجه. والبنات يعني اي وحده دير عمليه الشفط، بنات ماشي ديري لي عمليه الشفط وتولي كضربي لي في الطواجن وتولي يعني ما كديريش الريجيم، راه الكرش كترجع البنات، راه الكرش كترجع. يعني انت الا خسرتي على راسك واحد لا صوم نتاع الفلوس وتعذبتي ولا ريكوبيراسيون، راه ضروري البنات تعاوني، ضروري تعاوني، دائما تكون عندك دياتا ودائما ديري السبور، يعني باش ما يمشيكش هذاك العذاب نتاعك باطل. ماشي تقولي صافي انا راني درت الشفط، انا راني وليت بلانا، صافي غادي ناكل اللي بغيت وغادي ندير اللي بغيت. لا، يعني واخا درتي عمليه الشفط ضروري يعني مانتينير لا دييتا، وتديري لا دييتا ديالك وديري السبور ديالك. البنات نتمنى نكون فدتكم. بنات ما تدخلوش، عافاكم بالبارطاج ولايكات، ديروا بارطاج وبارطاجيو مع كلشي البنات اللي كتعرفوهم. والبنات اللي بغات اي معلومه، اللي بغات اي معلومه انا كنجاوب في الانستغرام البنات، الا شي حاجه يعني ما وضحتهاش انايا في الفيديو مزيان دخلوا لي عندي، ها هو الانستغرام ديالي، كنجاوب في الانستغرام. في اليوتيوب شي مرات كنشوف لي كومونتير، شي مرات ما كنشوفهمش، فدخلوا لي عندي هنايا الانستغرام. اوكي البنات، ونجاوبكم على اي حاجه، وما تنساوش الدعم، محتاجه الدعم ديالكم البنات. المهم كنموت عليكم، نتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو. بيزو، باي باي.